كما تعلم تمكننا نحن البشر من السفر لمئات آلاف الكيلومترات في الفضاء، لكن عندما يتعلق الأمر بالأرض فلا نعرف سوى القليل عنها. نواة كوكبنا لغز مذهل مليء بالأسرار، وحان الوقت لحل هذه الألغاز. نواة الأرض الداخلية عبارة عن كرة صلبة شديدة الحرارة بنصف قطر يبلغ 1220 كيلومتر تقريباً. ولتوضيح ذلك فإنها أصغر من القمر بنسبة 30% فقط، لكن إن لم نصل أبداً للنواة فكيف عرفنا قياسها؟ حسناً، لقد تعلمنا عن النواة من خلال ملاحظة تأثيرات الجاذبية على الأجسام الموجودة على سطح كوكبنا. من هناك يقدر أن كثافة كتلة الأرض تبلغ 5.6 سكستليون طن. أحضر الميزان من حمامك. كلا، أنا أمزح. كثافة كل ما يوجد على السطح أقل بكثير من متوسط كثافة النواة. اكتشف العلماء أن معظم كتلة الأرض تقع في اتجاه مركز الكوكب. يقدر أن أكثر من 80% من النواة مكون من أحد العناصر العشرة الأكثر شيوعاً في مجرتنا، الحديد. لكن كمية الحديد على سطح الأرض قليلة نوعاً ما. أعرف السؤال الذي يدور في رأسك الآن، كيف وصل الحديد إلى النواة؟ حسناً، هناك تفسير بسيط. دفع العنصر الثقيل نفسه حرفياً بطريقة ما نحو مركز الأرض، وأجريت عشرات الأبحاث لمعرفة هذه الطريقة. يتكون معظم سطح الأرض من صخور تسمى السيليكات، وواجه الحديد المنصهر بعض الصعوبة في المرور عبرها. ولمساعدتك على فهم الفكرة، أريدك أن تتخيل كيفية صعوبة مرور الماء من سطح زيتي أو دهني. لكن في عام 2013 اكتشفت ويندي ماو وفريقها من جامعة ستانفورد إجابة محتملة لكيفية حدوث ذلك. بدأ الفريق تجربة لمعرفة كيفية تفاعل الحديد والسيليكات عند تعرضهما لضغط شديد، كذلك في النواة. استخدم الفريق خلية سندان الماسية لضغط المادتين في هذه الظروف، وتمكنوا من تحقيق ذلك. كان الضغط 330 جيجا باسكال، والذي يزيد عن الضغط الجوي لكوكبنا ب 3.3 مليون مرة. انعصر الحديد المنصهر ببطء عبر صخور السيليكات، وحصل الفريق على الإجابة. استغرق وصول الحديد إلى المركز ملايين السنين، لذلك فقد حدث ذلك بوتيرة بطيئة للغاية مثل الحلزون. ولأن الحلزون لم يكن موجودا في ذلك الوقت، فقد اضطر الحديد لتخمين مقدار سرعة سيره. الآن وبعد أن عرفنا الإجابة على ذلك، فكيف نعرف حجم النواة؟ هنا يأتي دور علم الزلازل. أثناء الزلزال تنتشر موجات صدمة عبر الكوكب. يدرس علماء الزلازل هذه الاهتزازات ويحاولون قراءة الانعكاسات على الجانب الآخر. يشبه الأمر قيام شخصية ثور بطرق أحد جانبي الكوكب بمطرقة، وقيام علماء الزلازل بالاستماع من الطرف الآخر. لكن هذه الاهتزازات تأخذ مسارات مختلفة أيضاً، وتمر عبر أجزاء مختلفة من الكوكب، ويؤثر ذلك بدوره على الصوت الذي تصدره في النهاية. لنأخذ منحنى صغيرا في موضوعنا لدقيقة. علم الزلازل مجال علمي قديم، وعند حدوث الاهتزازات في الأيام الخوالي لاحظ العلماء وجود خطأ بها. كانت هذه الاهتزازات موجات ثانوية أو موجات S، كما أنها اختفت فحسب عندما كان يفترض بها الظهور على الجانب الآخر. في البداية اعتقد العلماء أن هناك خللاً في معداتهم، وأنها لم تلتقط الاهتزازات فحسب. لكن مع تقدم العلم اتضح أن هذه الموجات الثانوية الانتقائية لا يمكن أن تمر إلا عبر مادة صلبة وليست سائلة. لذا كان هناك شيء منصهر في مركز الأرض يمنع الاهتزازات من المرور. وبناء على ذلك بدأوا في البحث بعمق في بياناتهم. وضعوا خرائط لمسارات الموجات الزلزالية، واكتشفوا أن الصخور تتحول إلى سائل على بعد 3000 كيلومتر من سطح الأرض. لكن هناك أيضا حقيقة شيقة في الموضوع. أنجي ليمان عالمة زلازل دنماركية، وفي عام 1930 اكتشفت نمط موجات جديد. في البداية كان لدينا الموجات الثانوية التي لم تمر عبر السائل، لكن بعد ذلك كان هناك أيضاً الموجات الأولية أو موجات بي، والتي يمكنها المرور عبر النواة والظهور على الجانب الآخر من الكوكب.
عندها توصلت إنجي إلى نظرية تقول إن النواة تحتوي على طبقتين، النواة الداخلية الصلبة التي تقع على بعد 6000 كيلومتر تقريبا من السطح، والنواة الخارجية المنصهرة والتي تبعد حوالي 3000 كيلومتر عن سطح الأرض. وعندما تم اختراع أجهزة قياس زلازل متقدمة تم تأكيد نظريتها، لكن استغرق ذلك 40 سنة. الآن وبعد التعرف على هيكل النواة لنتحدث عن مدى سخونة النواة والسبب وراءه. لقد أوضحنا بالفعل أنه لا يمكننا وضع مقياس حرارة هناك لمعرفة درجات الحرارة، لذا حاول العلماء معرفة ذلك من خلال خلق الضغوط نفسها الساحقة في مختبراتهم. مرة أخرى في عام 2013 توصل فريق من باحثين فرنسيين إلى أدق رقم توصل له العلماء منذ سنوات، وضعوا بعض الحديد الصافي في ضغط عال أعلى تقريبا من الضغط في النواة للتوصل إلى النتائج المنشودة. درجة حرارة النواة الداخلية تبلغ 5230 درجة مئوية تقريبا، وفي حين تبلغ درجة حرارة انصهار الحديد الصافي حوالي 1540 درجة مئوية، لكن درجة انصهاره في النواة 6000 درجة مئوية تقريبا. والتذبذب في درجات الحرارة هذه نابع من عامل الضغط الشديد الذي يتعرض له الحديد في النواة. إلى جانب ذلك، قد تؤدي العناصر الأخرى داخل النواة إلى خفض درجة الحرارة بنحو 200 درجة مئوية، لكن السبب في بقاء النواة الداخلية صلبة التبريد البطيء من النواة الخارجية وضغطها. تدور النواة الداخلية بشكل أسرع من الأرض، ويحدث ذلك بسبب النشاط الحراري داخل كوكبنا والذي يخلق الغلاف المغناطيسي. والغريب هنا أن مغادرة الحرارة للأرض تستغرق وقتا طويلا، لكني سأتطرق إلى ذلك بعد قليل. توجد 3 أسباب رئيسية وراء استمرار غليان الأرض. السبب الأول أن النواة ظلت ساخنة منذ تكون كوكبنا قبل 4.5 مليار سنة تقريبا. تذكر هذا الرقم لأني سأشرح في النهاية كيف حدث ذلك. هذه الحرارة لم تخف بعد، وفي الواقع لا تبرد الأرض إلا بمقدار 100 درجة مئوية تقريبا كل 1 مليار سنة. ثانيا، تولد الحرارة من احتكاك المواد الكثيفة أثناء تحركها. والسبب الأخير في سخونة النواة الشديدة تحلل العناصر المشعة. إذن لماذا يعتبر ذلك مهما؟ لأنه يسهل على العلماء فهم كيفية تأثيره على سرعة الاهتزازات التي تمر عبر النواة. هل تذكر الموجات الأولية التي أخبرتك عنها مسبقا؟ حسنا، تتحرك هذه الموجات بسرعة أبطأ من المفترض عند مرورها عبر النواة، ويثبت هذا أنه توجد بعض العناصر الأخرى التي لم نكتشفها بعد. النيكل أحد هذه العناصر، لكن عندما أجرى العلماء بعض الاختبارات مع النيكل لم تتباطأ الموجات الأولية بما يكفي، لذلك بدأوا في الحفر والتنقيب مجازيا. في عام 2015 صدرت دراسة جديدة من جامعة دورهام، وذكرت أن 90% من كبريت الأرض يقع في نواتها، لذا ربما يكون الكبريت العنصر المفقود. وقبل حوالي 4.5 مليار سنة اصطدمت الأرض بجسم كوكبي كبير مزق كوكبنا في النهاية وشكل القمر. خلف هذا الحادث آثارا وراءه قادت الدراسات إلى اتجاه جديد. عندما وقع الحادث انصهر وشاح الأرض، ودخل بعض السائل الغني بالكبريت عبر الأنقاض وأعاد تشكيلها. على الأرجح أن بعضه ضاع في الفضاء، لكن غاصت البقية إلى النواة. أكد علماء من جامعة دورهام هذه النظرية من خلال قياس نسب النظائر للعناصر الموجودة في الوشاح، وقارنوها مع النيازك التي كانت ربما جزءا من الشكل الأصلي للأرض. كمنت المشكلة في وجود العديد من العناصر المختلفة في الوشاح، مما يصعب بشدة استخلاص استنتاجات قوية، لذا توصلوا إلى فكرة أخرى. يرتبط النحاس عادة بالكبريت، لذلك حلل العلماء النحاس من وشاح الأرض وقشرتها، وكان هذا التحليل عبارة عن دراسة من 3 مراحل أجريت في مختبرات مختلفة باستخدام أحدث مناظر تحليل طيفية للكتلة. هل لا تزال معي هنا؟ جيد،
اكتشفوا وجود اختلاف ضئيل للغاية في نسب النحاس بين عينات وشاح الأرض وعينات النيزك، وهذا يؤكد النظرية القائلة إن الأرض اصطدمت في البداية بجسم آخر وأن معظم وشاحها تناثر حول الفضاء. كما نعلم أن النواة مكونة من بعض الكبريت. نأمل أن نتمكن عما قريب من معرفة العناصر النظرة الأخرى. وللإجابة على سؤالك الأخير، نعم، مركز الأرض صلب. هل توقعت هذه الإجابة؟ وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. فقط انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر، ابقى على الجانب المشرق من الحياة.